كان كل شهر على الأقل على الأقل مليار جنيه لمدة 90 شهر، على الأقل لمدة 90 شهر أو أكتر. احسبوا من 2011 لغاية النهاردة كم سنة بكم شهر، كل شهر بمليار جنيه. أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ في يوم زي كده، لأن أنا أتصور إن إحنا كلنا متأثرين جدا بالحالة اللي الأسر، سواء كانت زوجة أو أم أو أب أو حتى أبناء، يمكن اللي بنتبه منهم بيبقى واخد باله يعني. فإحنا متأثرين زي لأنهم إحنا بشر يعني، ودول ولادنا وأهلنا يعني. لكن عايز أقول لهم، مش ليهم هم، ليكم أنتوا، للناس في مصر، في تمن كبير قوي قوي الدفع بخلاف دم الشهداء والمصابين اللي اتصابوا. يعني هان عليهم أرواحهم يعني. فلما بجد إن إحنا بنتكلم في موضوع يعني عن الدنيا اللي إحنا فيها وحياتنا، وده أمر طبيعي يعني، أقول بس يا جماعة، ده في ناس ما بتنامش، وفي ناس بتموت أو بتستشهد يعني، عشان إحنا نبقى في سلام. مهم أوي إن هم يشعروا وإحنا بنعمل كده، إن إحنا هم الأهالي ديت تشعر إن التمن والتقدير من جانبنا كلنا كبير، إحنا مقدرين ده. وأنا قلت الكلام ده مرة قبل كده برضو، قلت إن إحنا عايزين نبقى أكثر صلابة، أكتر من كده أيوة. ليه؟ لأن التحديات اللي قدامنا كتير ومش هتنتهي. بناء دولة واستعادة مكانتها أمر ليس باليسير. بناء دولة فيها 100 مليون و5 وأكتر من 6 مليون من الضيوف عايشين وسطينا هنا، واستعادة مكانتها في التعليم وفي الصحة وفي كل شيء، أمر مش بسيط، أمر محتاج جهد ومحتاج تضحية. وبدأت المعركة معاهم، وكان كتير مننا بيقول إمتى تخلص. كنا بفضل الله عارفين إنها هتخلص، بس بدم الناس.